بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة فصلت ومع الآية 47، وهي قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. في هذه الآيات الأخيرة من سورة فصلت يبين الله سبحانه وتعالى أنه استأثر بعلم الساعة، أي أن علم الساعة متى وقوعها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والبشر لا يعلمون الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. والغيب أيها الإخوة قسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة: غيب الماضي، وغيب الحاضر، وغيب المستقبل. من أسباب إعجاز القرآن الكريم أنه أخبرنا عن غيب الماضي، وأنه أخبرنا عن غيب الحاضر، وأنه أخبرنا عن غيب المستقبل، لكن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم الغيب. فإذا أعلمنا به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من إعلام الله للنبي. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بذاته بل بإعلام الله له، هذه حقيقة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذه القصص التي وردت في القرآن الكريم من غيب الماضي، والذي ذكره القرآن الكريم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا غيب المستقبل، وقد وقعت هذه المعركة. بل إن في هذه الآية إعجازا إخباريا مستقبلا، وفي الآية إعجاز علمي، لأن أدنى نقطة في الأرض هي غور فلسطين، الغور الذي ينخفض عن سطح البحر مئات الأمتار، أدنى نقطة على وجه الأرض غور فلسطين، وقد تمت المعركة بين الفرس والروم في هذا الغور. ولا يعلم أحد إلا منذ أمد قصير أن هذه النقطة أخفض نقطة على سطح الأرض. لذلك قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني في أدنى مكان، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين. هذا من إعجاز القرآن العلمي. وأما إعجازه الإخباري فإخباره عن قصص الأنبياء السابقين، وعن شيء وقع بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غيب الحاضر، وعن شيء سيقع في المستقبل، هذا غيب المستقبل. ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن الإنسان الذي يعيش في منطقة ما يشهد الوقائع التي تجري أمامه، فهذا الواقع بالنسبة إليه عالم مشهود. فالعالم عالمان: عالم مشهود وعالم غيبي. فالذي تعيشه أنت، تعاصره، تراه بعينيك وبحواسك، هذا عالم الشهود بالنسبة إليك. من ابتعد عن هذا المكان غيب بالنسبة إليه، لكنه غيب الحاضر. الذي وقع في الماضي ولا تعلم كيف وقع، هذا غيب الماضي. لكن غيب المستقبل لا أحد على وجه الأرض يعلمه إلا الله. ومن أبرز أحداث المستقبل علم الساعة، نهاية العالم. متى الساعة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أحد
الأئمة الكبار وهو الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت، قال يا ملك الموت كم بقي لي من أجلي؟ فأشار ملك الموت إليه بأصابعه الخمسة. فلما استيقظ الإمام مالك وقع في حيرة شديدة، أهي 5 سنوات أم 5 أشهر أم 5 أسابيع أم 5 أيام أم 5 ساعات؟ فلما توجه إلى الإمام ابن سيرين المختص بتفسير المنامات قال يا إمام، يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله، إليه يرد علم الساعة. لذلك الإنسان لا يعلم متى الساعة، فإذا أردت أن تفهم الساعة يوم القيامة، وإن أردت أن تفهم أن الساعة ساعة الإنسان، لكل منا ساعة، يا ترى متى؟ من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. متى الساعة؟ متى ينتهي أجلي؟ في أي سن؟ في أي يوم؟ في بيتي أم خارج بيتي؟ في حضر أم في سفر؟ في الليل أم في النهار؟ على أي طريقة أموت؟ بمرض؟ بحادث؟ لا أحد يعلم. وما دمنا لا نعلم ينبغي أن نستعد لهذا الحدث الذي لا بد منه. وما رأيت عاقلا أعقل ممن يستعد للقاء الله تعالى بالاستقامة على أمره وبالأعمال الصالحة وبالتوبة إليه. وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني المؤمن العاقل يبادر من فوره إلى التوبة إلى الله. ابن آدم لا تعجز، ادعني أجبك، استغفرني أغفر لك. ولا تنسوا هذا الحديث الشريف الصحيح الذي يقول فيه ربنا عز وجل، يصف النبي ربه فيقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأجيبه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر؟ يعني الإنسان فرصة لا يضوعها، أن باب التوبة مفتوح ما دام القلب ينبض، فباب التوبة مفتوح. والصلح مع الله يسير جدا، إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئ فلانا فقد اصطلح مع الله. لو أتيتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرت لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لما ربنا عز وجل أخفى عنا علم الساعة، لك أن تقول ساعة يوم القيامة ولك أن تقول ساعة نهاية الحياة، هذه الساعة مغيبة عنا، وأقرب الساعتين إلينا ساعة الموت. يا ليتني قدمت لحياتي، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه الساعة الإعداد لها هو قمة العقل، قمة الذكاء، قمة التوفيق، قمة النصر، قمة التفوق، قمة الفلاح، قمة الفوز، قمة العقل أن تعد لهذه الساعة عددها. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني أخشى ما يخشى على الإنسان أن يستهلكه الزمن وأن تستهلكه همومه ومتاعبه ومشاغله، من هم إلى هم، من إنجاز إلى إنجاز، من موعد إلى موعد، من لقاء إلى لقاء، من مشكلة إلى مشكلة، من مطب إلى مطب، إلى أن يأتي أجله فيذهب إلى الدار الآخرة صفر اليدين، وكل شيء تعب فيه في الدنيا خلفه في الدنيا. وأندم الناس رجل، دققوا في هذا الحديث، أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. المال نفسه حصله هذا بطريقة غير مشروعة وضيع من أجل هذا المال دينه وآخرته، فاستحق دخول النار بهذا المال الذي كسبه. فجاء ورثته أبناؤه كسبوه حلالا وأنفقوه في الطريق المشروع فاستحقوا دخول الجنة. فأندم الناس رجل دخل ورثته بماله
الجنة ودخل هو بماله النار، والميت ترفف روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. إليه يرد علم الساعة. شيء آخر يرد إليه، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، انعقاد الثمرة بأمر الله عز وجل. لذلك أخواننا الريفيين يلاحظون ملاحظة عجيبة، يقول لك السنة الموسم الفلاني جيد جدا، الموسم الفلاني ضعيف. أحيانا يعطي الله عطاء مدهشا، يعني في بعض السنوات كيس القمح أعطى في مناطق القمح في شمال سوريا وفي شرقها أكثر من 70 أو 80 كيس، وصل ل120 كيس كيس القمح. وفي بعض السنوات نحتاج جميعا إلى 1,000,000 طن من القمح، إنتاجنا كان 3 ملايين طن، وفي سنوات 400,000، أقل من حاجتنا. فانعقاد الثمرة في المحاصيل أو في الخضروات أو في الفواكه والثمار. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. لكن انعقاد الثمرة شيء لا يصدق، يعني ربنا عز وجل جعل النبات آية من آياته الدالة على عظمته. ظاهرة النبات أن هذا النبات الأخضر، أن هذه الورقة الخضراء فيها من العجائب ما لا يصدق. الورقة الخضراء معمل، أعظم معمل صنعه الإنسان، يبدو أمامها سخيفا تافها مبتذلا. الآن أعظم معمل صنعه الإنسان يبدو أمام الورقة الخضراء عملا سخيفا بسيطا، لأن هذه الورقة تأخذ من التربة ما يزيد عن 18 معدنا مذابة في الماء عن طريق الجذور وعن طريق النسغ الصاعد، وتأخذ من الشمس طاقتها الحرارية الفوتونات، وتأخذ من الهواء ثاني أكسيد الكربون، وفيها مادة اليخضور وفيها شلات الحديد. هذه الورقة بتفاعلات عجيبة عجيبة يدق عن فهمها، يصعب فهمها على العقل، تصنع الورقة نسغا آخر ينزل. هذا النسغ سائل موحد يسهم في تصنيع الجذور وتصنيع الجذع وتصنيع الفروع وتصنيع الأغصان وتصنيع الأوراق وتصنيع الثمار والأزهار. فانعقاد الثمرة في أكمامها بيد الله سبحانه وتعالى. والشيء الذي يلفت النظر هو أن هذه فيها خصائص الثمرة، وقد تزيد الخصائص عن 100 خاصة، كلها في البذرة على شكل أوامر مبرمجة، تقول هذا النبات يقاوم المرض الفلاني، وهذا النبات يقاوم البرد، وهذا النبات إنتاجه مبكر، وهذا النبات إنتاجه حامضي، وهذا النبات نسيجه كثيف، وهذا النبات ماؤه كثيف، وهذا النبات من أجل العصير، وهذا النبات من أجل المائدة. يعني أنواع منوعة جدا جدا في كل نبات يخلقه الله سبحانه وتعالى. يكفي أن من أصناف القمح ما يزيد عن 3,500 نوع، يكفي أن أنواع العنب تزيد عن 300، يكفي أن كل محصول وكل نبات أنواع منوعة ترضي كل الأذواق. التفاح مثلا كم نوع؟ الدراق كم نوع؟ القمح كم نوع؟ في نوع قاسي، نوع لين، نوع يصلح للصناعة، نوع يصلح للخبز، نوع يصلح. فكل نوع له خصائص. على كل هذا العلم، إنبات النبات، انعقاد الثمار في أكمامها، هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق. لذلك وهذه ظاهرة وعلى مستوى البلاد كلها، يقول لك السنة محصول الفلاني جيد جدا على مستوى كل المحافظات، السنة المحصول الفلاني ضعيف جدا. في بعض السنوات الذين ضمنوا بعض الفواكه دفعوا ثمن الكيلو في تقديرهم 10 ليرات، بيع هذه الفاكهة ب5 ليرات لوفرة الإنتاج، لوفرة الإنتاج. فلذلك انعقاد الثمرة
تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وما تحمل من أنثى، وأي أنثى يعني الشيء الذي يتوالد هو النبات والحيوان، فانعقاد الثمرات بيد الله، وحمل الأنثى للجنين بيد الله سبحانه وتعالى. يجعل امرأة عقيما، ويجعل امرأة تلد الإناث، وهذا من الرجل في العلم الحديث، وتؤكده الآية الكريمة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني الذي يحدد نوع الجنين ليست الأنثى لكنه الرجل. على كل بحث انعقاد الحمل في رحم الأنثى بحث طويل، لكن الشيء الذي يلفت النظر هو أن هذا الحوين الذي تصنعه الغدد الخاصة به يجري إعداده في 18 يوما. الحوين يعد في الغدة الخاصة به لفترة طويلة، ولكن قبل أن ينتقل من مكان إعداده إلى مكان فاعليته تجرى عليه عملية بسيطة حتى يصبح فعالا. هذه النطف 300 مليون حوين في اللقاء الواحد، كل حوين له رأس وله عنق وله ذنب، وهذا الحوين فيه معلومات لتشكيل الجنين تزيد عن 5000 مليون معلومة مبرمجة. كل حوين فيه بتسميها مورثات، بتسميها صبغيات، بتسميها معلومات تسهم في تشكيل هذا الجنين. كل صفات الجنين، صفات جلده وصفات شعره وصفات أعضائه وعضلاته ولونه، حتى خصائصه الداخلية، خصائص دمه وكبده وقلبه، هذه الخصائص تزيد عن 5000 مليون معلومة. لو أردنا أن نكتبها في كتب مكتبة بأكملها لا تتسع لهذه المعلومات، كلها في حوين، كل 300 مليون حوين لا تزيد عن سنتيمتر مكعب، 300 مليون، والبويضة تحتاج إلى حوين واحد، يصل إلى البويضة في أقواها. وفي رأس الحوين، الحوين مادة نبيلة مغلفة بغشاء رقيق، إذا اصطدمت بالبويضة تمزق الغشاء، فأسهم هذه المادة النبيلة الوصول إلى داخل البويضة، تذيب جدار البويضة، يدخل هذا الحوين إلى البويضة، يغلق الباب، ويصاب بقية هذه الحوينات بالإحباط، لقد انتقت البويضة أقوى هذه الحوينات. وانعقد الحمل. البويضة تنطلق من المبيض إلى الرحم، في أثناء انطلاقها تنقسم إلى 10000 خلية دون أن يزيد حجمها، ولو زاد حجمها لوقفت في الطريق، لأن الأنبوب دقيق جدا. فإذا وصلت إلى الرحم ورثت في الرحم، وهناك علوم والله لا يتسع لا هذا الدرس ولا 100 درس لتفصيلها في علم الأجنة فقط، شيء لا يصدق. كيف تغرس في جدار الرحم؟ كيف تأتي الدماء لتغذي هذه البويضة؟ كيف تتشكل أعضاؤه الأساسية؟ كيف يتطور هذا الحمل إلى أن يصبح طفلاً جنيناً في 9 أشهر كاملاً، في دماغ، في جمجمة، في عمود فقري، في عضلات، في عظام، في جهاز هضم، في جهاز دوران، في جهاز تصفية، في غدد صماء، في بنكرياس، في كبد، في شعر، في جهاز تناسلي، في جهاز بولي، في جهاز هضمي، في جهاز دوران، كل هذا من حوين واحد. فالإنسان بإمكانه أن يعرف كيف خلق من خلق ابنه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى من دون حساب؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ بلى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو. أيها الإخوة الكرام،
التفكر في خلق الإنسان من أرقى العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إذن وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي، يعني الذين عبدتموهم من دوني، الذين أشركتموهم معي، أين هؤلاء الشركاء؟ قالوا: آذناك، ما منا من شهيد، أعلمناك يا رب أنه ما شهدنا أحدا غيرك، ولكن كذبنا على أنفسنا. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. آذناك أي أعلمناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. لو أنهم دعوا شركاء غير الله سبحانه وتعالى في الدنيا وجاءوا ربهم يوم القيامة فاستنجدوا بهؤلاء الشركاء، أين هم؟ أين شركائي؟ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. يعني أيها الإخوة، من نعمة الله الكبرى على المؤمن أن الحقيقة التي يعرفها كل الخلق يوم القيامة، 5,000,000,000 الذين يعيشون معنا الآن وهم في ضلال عن هذه الحقيقة، الحقيقة التي سيعرفها الناس جميعا يوم القيامة يعرفها المؤمن وهو في حياته الدنيا. هذه أكبر نعمة على الإنسان. لذلك قال بعض الصحابة، وأظنه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وقال صحابي آخر: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. أروع شيء الإنسان يعرف الحقيقة في الوقت المناسب. لكن إنسان اعتنق مبدأ غير صحيح ثم اكتشف في آخر حياته أن هذا المبدأ هدام، ليس له أصل في الواقع، مبدأ مفتعل، مبدأ شيطاني، أليست هذه خسارة كبيرة؟ أليس هذا هو إحباط لا يحتمل؟ وظنوا ما لهم من محيص، أي لا بد من أن يلقوا هذا العذاب، ولم ينفعهم أحد دعوه من دون الله عز وجل. أما طبيعة الإنسان، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، دائما يطلب الخير، يريد الصحة، يريد المال، يريد الجمال، يريد البيت، يريد الأثاث، يريد المركبة، الدخل الكبير، العز العريض، الشأن الرفيع، هذا الخير، المال والجمال والقوة والمنعة والأنصار والأتباع والأشياء المادية المبهجة، لا يسأم الإنسان، لا يمل. أي إنسان هذا قبل أن يعرف الله؟ الإنسان إذا وردت معرفة بأل فهذه الأل أل الجنسية، أي أن جنس الإنسان. قبل أن يعرف الله لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، من طلب الخير، من البحث عن الخير في مقياسه، في نظره، في موازينه. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لو أن هذا العطاء توقف قليلا، لو أنه خسر بعض صحته قليلا، بعض ماله، تراه عابسا، مقطبا، مزمجرا، يائسا، سوداوي المزاج، ضيق القلب. ما هذا التناقض؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هذه حقيقة الإنسان. لكن المؤمن يطلب الخير ويصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى، يطلب الخير الحقيقي، خير الآخرة، ولا تعنيه الدنيا كثيرا، فإذا امتحنه الله بشيء تجده صابرا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. الكافر يطلب الدنيا وإذا أصابته فيها مصيبة فيئوس قنوط، المؤمن يطلب خير الآخرة، فإذا ابتلاه الله في الدنيا بمصيبة تراه صابرا راضيا عن الله عز وجل. الآن حالة ثالثة: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته.
أصابه شبح مرض عضال، ثم أثبت التحليل أنه بريء من هذا المرض العضال. أصابه فقر مدقع، ثم زال هذا الفقر ونعم بدخل كبير. أصابه هم فزال ذلك الهم. أصابته مصيبة فانحسرت تلك المصيبة. قال: ولئن أذقناه رحمة منا تفضلا وتكرما ومنحة وهبة، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. بعضهم قال: هذا ما أستحقه، وبعضهم قال: هذا من صنعي ومن تدبيري ومن علمي ومن خبرتي، وما أظن الساعة قائمة. يعبر بعض الناس الغافلين عن هذه الحقيقة، يقول لك معك قرش تسوى قرش، المال الدراهم مراهم، ما في آخرة، هي الدنيا هي كل شيء، من كان فيها غنيا فهو السعيد، من كان فيها فقيرا فهو الشقي. يعني الإنسان أحيانا القوة تعميه، والمال يطغيه، والصحة تلهيه، والحمد لله رب العالمين.